صباح الميلاد، صباح الأجواء الفرحة، صباح الأمل. منحييكم من هذا الاستوديو، زي ما انتم شايفين استوديو جديد اليوم في برنامج تغريدات ميلادية. طلعنا فيه الحمد لله، بقول على كل شيء، فبالرغم من الضيقات وبالرغم من المحدوديات اللي دايما احنا نتحجج فيها، لكن في النهاية ربنا بيحققها. مدام الإصرار والإرادة القوية بتحقق كل شيء. أنا بشكر من هذا الاستوديو بهذا الصباح وفي هذا البرنامج، وأول يوم بنطلع من هذا الاستوديو الجديد، بشكر كل الطاقم اللي اشتغل على هذا الموضوع تنحقق برنامج تغريدات ميلادية، وبرامجنا الأخرى كمان رح نطلع من هون طبعا عشان نحافظ على التباعد الاجتماعي والتباعد الجسدي بيناتنا، حفاظا على ضيوفنا كمان صحتهم والتزامنا بالتعليمات التباعد. فمنحييك يا ربك، صباح الخير معنا صباح في برنامج الحلقة الثانية من برنامج تغريدات ميلادية. فشو رأيك بالاستوديو اليوم؟ تمام، ها؟ كثير حلو. معنا سانتا كمان اليوم. كمان اليوم سانتا، المرة الجاية بحطوا لنا الشجرة الشباب. فإن شاء الله يا رب. اليوم حلقتنا تغريدات ميلادية، رح نتواصل معاكم تنكمل موضوعنا عن الأجواء الميلادية اللي بنعيشها في بلدنا الحبيب الأردن. طبعاً نحن عم نعيش أجواء غير اعتيادية، مش زي ما تعودنا عليه كل سنة، لكن بالرغم من كل الظروف اللي عم نعيشها، لا زالت الابتسامة على شفاهنا، لا زال الفرح في قلوبنا، ولا زال جوهر الميلاد عم نعيشه في هذا الزمن، زمن المجيء. لا نحتفل بمجيء فادي الكون ومخلص العالم يسوع المسيح. بداية طبعا نحن بنطلب البركة والمعونة من عند الله تنكمل بهذا البرنامج ونكمل برسالة النورسات. اليوم موضوعنا رح يتحدث عن النشاطات الرعوية في أجواء الميلاد اللي منعيشها في الأردن، ورح نتحدث أيضا ويتم الاتصال مع المبادرات الرعوية اللي بيقوموا فيها جمعيات الرعوية، من كشافة، من شبيبات، وأيضا مبادرات فردية. بنقول فردية ليه؟ لأنها مجموعة أفراد كمان عم بيقوموا بمبادرات خيرية لمساعدة المجتمع، كل واحد حسب مكانه وحسب تواجده. فاليوم رح يكون معنا اتصال إن شاء الله مع طارق مسلم، اللي هو القائد كشافة ومرشدات الروم الكاثوليك في أم السماء، بشار المعشر، وأيضا هو قائد في كشافة اللاتين، ركان فخوري برضه هو مبادرات شبابية، وأيضا هو قائد كشاف في مدينة الزرقاء، عنده أيضا مبادرة جدا جميلة طبية. وفي عنا فؤاد شحادة أيضا من شبيبة الروم الأرثوذكس، عندهم مبادرات لعيد الميلاد، وعنا المبادرات الشبابية الفردية، دكتور غيث قصوص وهو بإيرلندا، لكن عندهم مبادرة جدا جميلة، مبادرة الكرمة الخيرية، رح نتواصل معهم خلال حلقتنا هاي وخلال هذه الساعة. فنتمنى أنه جميع هذه المبادرات بتلاقي دعم وبتلاقي تشجيع منكم، من أصدقاء النورسات، على أعمالهم، على نشاطهم، وأيضا همتهم، إن نشجع همتهم أنهم يحققوا التغيير ويحققوا شيء يزرع البسمة في قلوب العائلات العفيفة، وأيضا العائلات يعني اللي بتحتاج مساعدة. ريبيكا، اليوم أولا نبدأ في بازار الرحمة للأسبوع الثاني، ونوصلنا بعد الافتتاح الأسبوع الماضي. طبعا بازار الرحمة هو برعاية مجلس رؤساء كنائس الأردن، وهو بازار بضم كل الكنائس والعائلات الكنسية في الأردن، العائلات التسعة اللي موجودة في الأردن، فجميعها كلها عم تتواصل معنا عبر صفحة بازار الرحمة 6، صفحة وإحنا شيرناها على النورسات. فبتمنى إنكم زيارة هذه الصفحة إنكم تستطلعوا المنتجات اللي عم نقدر
نشيرها أول بأول، أو التواصل معنا عبر صفحتنا نورسات. فربكة بداية تخبرينا وين صرنا في بازار الرحمة. هلأ أول إشي كتير حلو قديش الناس هيك متحمسين وحابين فكرة إنه في إشي جديد رح يصير هاي السنة، وهو إنه البازار صار أونلاين وناس تقدر هلأ تشارك بهجة عيد الميلاد الكريسماس من خلال البازار اللي رح يكون على مواقع التواصل الاجتماعي. فكرة الباسكتس شفناها كتير، الناس عم بتحب فكرة انه بسلة واحدة نحن عم نحط فيها منتجات نفس الناس اللي كانوا عم بيعرضوها بالبازار، نحن عم نعرضها بسلة واحدة. الاقبال كتير عم بيكون حلو، الناس كتير عم بتكون متحمسة، كتير عم بيجينا ناس بدها تهدي ناس باسكتس، فعم بيجونا اتصالات ناس بتشتريهم ونحن نهديهم كهدية. وحلو، انا تفاجأت بالاتصالات اللي عم تجينا والاوردرز اللي عم بيجونا من برا الاردن، فهذا عم بيشجع كل اللي عم بيشتغلوا معنا، اللي عم بيعملوا اشياء بايديهم، المنتجات المحليه، كله عم بتشجع اكثر واكثر انهم يشتغلوا اكثر وانهم يعرضوا اغراضهم معنا وانه نبيع لهم اياهم. طبعا انت ذكرتي انه عم تجينا اوردرات من برا. نعم، تفاجأنا انه رعاية كنسية من كنائس برا بيتابعوا صفحتنا على النورسات وهن اصدقاء النورسات. بوجه تحية لرعية كنيسة اللاتين يانكرز الراعي الصالح، الاب كان الراعي الاب فارس حتر اللي برضو كمان عمل طلبية، ومن عائلة أيضا أديل خضر من وجه لها تحية، شكرا لدعمك، وأيضا كمان وصوا لأهلهم هون بعمان، مش يعني عم نبعث عمان عم بوصوا أوردرات وبيبعثوا لأهاليهم بالأردن لأنه ما صارش في مجال إنهم يزوروهم هذه السنة بالأردن بوقت الميلاد، فحبوا إنه يهدوهم باسكت. فبشكرهم، بشكر لدعمهم، وأيضا كمان إجانا من أبو بول ومايكي كمان دعم وأوردر للباسكت، فنشكرهم أيضا. وكتير في أفراد كمان عم بيتواصلوا معنا بأوردرات، فالشباب همتكم في التوصيل طبعا التوصيل اللي عم بيخبرونا من 15 الشهر وطالع، يعني أكيد فترة عيد الميلاد قبل عيد الميلاد بعشرة أيام رح يتم التوزيع، لكن بحطوا أوردراتهم من هلا وإن شاء الله نقدر إنه نوصل البسمة لهاي العائلات وأيضا فرحة الميلاد. بس خبرينا مثلا هيك، أنا شايفة إنه حاطة هوني سلة مثلا، هاي السلة ايش يعني؟ خلينا نستعرضها قدام في اكثر من سلة الشاشة، والمنتجات اللي الناس عم بتشاركنا فيها نعرضها ايضا. هلا في اكثر من سلة واكثر من فكرة، في سلات فيهم اناني نبيد صنع منزلي محلي، ونبيد تاني اللي هو نبيد حداد. في عنا كثير منتجات محلية، منهم الكريسماس كيكس، في الشوكولاتس عم بنعمله كلهم بالبيوت، في كمان الكوكيز. واضح الكاميرا؟ نعم. وفي كمان البسكوت، الكوكيز، كوكيز العيد. في هذا الانديل كمان حلو واحلاه كريسمس، انديل كريسمس. هون كمان عنا دي في دي من نورسات، هذا الدي في دي شغل نورسات. في عنا منتجات محلية مثل زعتر بلدي من حدائق الكمال، زيتون أخضر، وعندنا هنا تطلي مربى خشخاش. نعم. فهدول برضو منتجات محلية، حدائق الكمال، من حدائق الكمال. وعندنا كمان تمر. نعم. عم بيكون موجود بالسلات تمر مجول من مزارع تمارا. هذا تبرع من مزارع تمارا. تبرع من مزارع تمارا. شكرا لإلهم لمجموعة الناعوري مزارع تمارا. دائما بدعمونا. نعم للتمور. وإذا رح يكونوا موجودين بالسلة، رح يكونوا كمان موجودين بالسلة. وشفت كمان للأطفال مقات وهيك، في مقز صغار للأطفال، طبعا فيهم شوكولاتس للصغار. هلأ يعني كوني حاطة هذا برضو شغل، لأنه شفت على الصفحة كمان كتير مشغولات أزاز، الرسم على الأزاز برضو موجودين هدول على الصفحة بكل الأشكال. شفت مثل كسات، في كسات صغار، شوتس صغار، في كسات
الاكبر كله هذا شغل طلع من احلى بعدين ديتيلز قد ايه حلوين كله هذا طبعا شغل نعم. شغل هون كمان حاطين ورق تضيف كمان ورق تضيف شوكليتس كوكيز كوكيز اللي عم يعملون اياهم برضو كله منتجات ورق الفدايا كمان نابكنز وفي كتاب لأقوال في الأم تريزا حلو كمان حاطين إشي هلا أنا بحس أكثر إشي الناس عم بتحبه اللي عم يحطوا بالباسكت هو الشوكلت فنحن كتير عم نحط الشوكلت بالباسكت وخصوصا يعني الباسكت أي حدا مثلا بقول لك بديش يعني مثلا بدي هيك وهيك وهيك فيكي إنك طبعا بنعملهم الباسكت حسب المحتوى اللي بدهم إياه حسب المحتوى الناس اللي بدها إياه مع واين حتى المبلغ كمان يعني بقدر وحتى المبلغ يتحدد مثلا بقول لي مثلا بدنا باسكت بعشر دينار أو 15 دينار أو 15 دينار أو 20 أو 30 تقدروا تعملوا بدي مثلا البيض محلي ما بدي محلي بدي أجنبي حتى الكريسماس كيك بدي إياه فيه نبيد أو ما بدي إياه كحول, كحول أو ما بدي إياه فيه كحول فهو بيعتمد على رغبة الناس وإيش هن حابين نعم. وطبعا نحن جاهزين نعملهم بدهم إياه حبيبتي ريبكا يعني إحنا جدا شاكرين لإلك على هذا الشرح كمان رح نصبح على كل أصدقائنا اللي انضموا لنا على الصفحة هذا الصباح إبراهيم حمام صباحكم نور منورين بهالطلة شكرا لكم سونيا زغلول صباح الخير كل عام والجميع بخير وانتم بخير جاكلين عواد كل سنة وانتم بخير يا ست جاكلين إبراهيم حمام وغادة فيكتور صباح الخير وميلاد مجيد ريم حنانية أهلا وسهلا فيكي نورين جمانة هلال الربضي كمان بتصبح علينا في مين معنا كمان طبعا بيتابعونا على الصفحة مها شعبان يسعد صباحكم ريما نصروين أم عيسى يسعد صباحك يا أم عيسى كل عام وانتم بخير أحلام شرايحة كل عام وانتم بخير وصباحكم عسل معالي وزيرة السياحة السابقة لينا عناب عم تحضرنا صباح الخير معاليك شكرا ليلك يسعد صباحك يا رب تتذكري لما كنا نروح نعمل افتتاحات اضاءات شجرات شجره عيد الميلاد نعم كانت دائما حاضره دائما كانت حاضره وكانت دائما موجوده نعم طلعنا معها كنورسات على فرنسا وقت ما تم اعلان مغطس على لائحه التراث العالمي وايضا في زيارتنا على مصر ايضا ويسعد صباحك في هذا الصباح معاليكي ونحيي كمان جوني لويس جبرة يسعد صباحكم وكل عام وانتم بخير طبعا هذا البازار كمان بمساعدة شبيبة الأردن للدراما المسيحية منحييهم لأنه برضو كمان عم بيساعدوا بلف الهدايا بأفرادهم يوم السبت إجوا ضلوا للساعة 9:30 لربع يعني طبعا قبل موعد الحضر ضلوا للليل وهن يجمعوا الإسلال فأنا بتمنى يعني أنه نلقي الدعم لهدول الشبيبة أيضا لنورسات للعائلات اللي مشاركة معنا في البازار اللي حطت ضاعتها أنا بدي أحكي كلمة صريحة ومعليش تحملوني نحن كلنا عنا غراض كريسماس وعنا كتير لزينة الميلاد مظبوط يعني في ناس كتير بقولك عندي كتير أغراض وعندي كتير أشياء للكريسماس ما بدي زينة ومين بدنا يزورنا السنة عشان كريسماس كيك وكوكيز وشوكليت وهيك خلي فرح الميلاد وعوايدنا فرح الميلاد مستمر حتى لو ما كان في زيارات حتى لو ما كان في ناس نزورها ونطلع أو لا نعمل شجرة وسانتا كلوز نلبس حدا من العيلة سانتا كلوز يوزع هدايا على الأطفال نعمل كريسماس كوكيز نعمل كريسماس كيك نضيف حالنا نشعر بميلاد وإحنا بجو العيلة نجمع أولادنا أطفالنا القريبين منا نجتمع ببيت واحد ونقضي الميلاد ليلة ميلاد ويناموا عند بعض مو مشكلة ويعملوا غدا العيد نعم تجتمع العيلة حول غدا العيد مظبوط رح يكون أقل عجقة من كل سنة لكن فعلا رح يعمل فرق فأنا بشجع الكل إذا مش قادر أو ما عندك نفس لا خلي عندك نفس
وخلي عندك هالفرح جواتك يشع أكتر روحانية. مظبوط المباهج السنة الماضية كنت تقول يا الله شو كثرة المباهج وكل هالزينة وكل هالشجر وإضاءات الشجر ونون والميلاد ضيعت جوهر الميلاد وضيعت معنى الميلاد والميلاد مش بهالبهرجات والميلاد مو هالصرف هذا. أوكي السنة هاي الميلاد مش بهالبهرجات ولا بهالصرف، ما رحنا بزارات ولا طلعنا محلات ولا إضاءة الشجر كلياته بشكل معنوي عم بيصيروا أونلاين، لكن فرح الميلاد الروحي اللي كنتوا انتوا عم تسعوا له كل سنة موجود السنة بأكبر مباهجه، فعيشوه وزرعوا الفرحة بقلوب الناس. مش غلط السنة هاي أتبرع بحق سلة وأساعد فيها عائلة، مو غلط حتى لو عندي زينة الدنيا عندي في بيتي، مو غلط إيش بشتريها وبعطيها لحدا تاني محتاج أو بعطي تبرعها لحدا تاني محتاج. نحن مش إحنا منشجع علشان بزار الرحمة، لكن فعلا نحن نكون رحماء على بعض، نتطلع لبعض، ننظر لبعض. فهذه رسالتي هذا الصباح من برنامج تغريدات ميلادية، وهذا هو الهدف من هذا البرنامج. أنا وربيكا عودة، مشكورة ست ربيكا يا حبيبتي. فاتصال هلا الاتصالات من الكنترول مع طارق مسلم. يسعد صباحك طارق، كيف حالك؟ نشكر الله. يسعد صباح صباحك. الخير طارق. يسعد صباحي ربيكا، كيفك؟ منيح. يعني انت يا طارق تكون اول اتصال في الاستوديو الجديد. هذا شرف لنا. نحن طلعنا من استوديو جديد اليوم الحمد لله، وانت اول حدا معنا اليوم، وانت اول اتصال، منيح لقطناك على بكير. كيفك طارق؟ كيف استعداداتكم للبازار تبعكم؟ يعني الحمد لله نشكر الله. بتعرفي نحن بهذا الزمن بكون استعداداتنا على البازارات على ارض الواقع في القاعات وفي قاعات الكنائس، وبكون كل هالكشافات وهالشبيبات وهالكنائس والدنيا كلها معجوقة في البازارات، ولكن بهالظروف اللي مرقنا فيها وهالجائحة اللي اجت علينا وعلى كل العالم يعني. نعم. فاضطرينا نتغير ونعمل أفكار جديدة ونبتكر أفكار جديدة. فهاي السنة كانت غريبة شوي علينا، إنه كل شغلنا كان عبارة عن افتراضي في العالم الافتراضي. افتراضي بالعالم. طب تحكي لنا طارق أكثر عن البازار تبعكم. بازارنا هو عبارة عن موقع إلكتروني نعمل، مش في هلا بازارات بيج فيسبوك في كذا. احنا اخذنا فكرة اللي هو يكون موقع الكتروني الناس تقدر تفوت وتتسوق من كل المحلات، تشوف اكتر من المحلات. بازارنا حاولنا انه نضل نفكر ونعمل بهذه الطريقة لاجل انتو عارفين احنا بازارنا بتميز بانه بدعم العائلات المستورة، هذا اراده. وفكرة البازار كلها هي لاصحاب المهن المنزلية. يعني الناس اللي بيشاركوا معنا في البازارات هي ناس تشتغل في منازلها عشان تقدر تطلع شوية إيرادات اللي تصرف حالها، وإحنا عارفين بهذا الظروف كيف الوضع عند الناس راح تكون. فعشان هيك طلعنا بهاي الفكرة، وأكثر ناس يعني ساعدونا نشكر صاحب السمو الملكي الأميرة سناء عاصم، هي دائما داعمة لنا وداعمة لنشاطاتنا، وهي اللي دعمتنا بهاي الفكرة وساعدتنا فيها أكتر وأكتر اللي نشتغل عليها. ففكرتنا وبزارنا إنه إحنا بنقدر ناس تطلب الأوردرات اللي بدها إياها. إحنا شبابنا عمالهم يتطوعوا وعم بيجيبوا المواد من أصحاب المهن، بيجيبون إياهم بغلفوهم بعقموهم، بعدين ننقلهم عن طريق الشباب برضو، الشباب المجموعة بوصلوهم للناس اللي طلبت هذه البرودكتس. أو حتى ممكن يكون في عنا كمان إشي تاني، بدك تودي هدية لناس لأصحابك لعيلتك، إحنا هلا ما رح نقدر نزور بعض، فإذا حاب تهدي هدية برضو إحنا بنقدر إنك تطلب هذا الهدية اللي بدك إياها ونلف لك إياها ونوصلها للناس تعونك اللي أنت بدك إياهم. نعم حلو. هذا بمختصر هي فكرة إيش البازار تبعنا وإيش أموره. نعم قائد طارق، يعني هلأ أنتوا عندكم موقع على إلكتروني مثل التسوق الإلكتروني، بتحط بهالسلة
بعض المواقع أنا طلعت عليه، وجدا الموقع على فكرة فني كتير، بهنيكم عليه أنه وصلنا لهي المرحلة من المهنية. فزرت الموقع أنه بتختار وبتحط بسلة، وهي السلة بعد ما أجمعها أنا أطلبها وين بتروح عشان يكونوا الناس عارفين بالضبط هاي السلة وين بتروح، يعني كيف بيتم الدفع؟ يعني هلا بكل تجميعها عنا بتعقم وبتطلع. هلا المبالغ اللي عم تتاخد أو النسب اللي عم تتاخد من أرباح هذه السلة اللي عم تتعبى، نعم، هي عم بتروح لدعم عائلات مستورة. نعم قصدي يعني كيف الناس بتدفع ثمن السلة اللي جمعوها؟ هلا الدفع بصفي لما الشباب يوصلوا لباب البيت البرودكتس اللي طلبتوها. أيوة. السلة اللي انطلبت كاش اون ديليفري. كاش اون ديليفري هي بصفي، يعني لما يوصلها بياخد ثمنها. لما يوصلها بياخدها، واحنا بنرجع بنحاسب الناس اللي اخذنا منهم البرودكت. نعم. وعم تاخذوا خدمه توصيل طارق؟ موجوده خدمه التوصيل. يس. نعم. هي احنا هي خلينا نحكي ربح المجموعه في خدمه التوصيل هي أكيد. ناخد هذه المصاري لا دعم العائلات طبعا. نعم. اكيد لما احنا ما عم نحط ارباح على البرودكت. يا طارق يعني مو غلط الواحد كمان، انتوا عندكم نشاطات كتير بتقوموا فيها وعمل تطوع كتير من خلال المجموعة الكشفية تبعتكم، فمش غلط كمان انكم انتوا يعني الحمد لله نشكر الله عم نحاول نقدر نعمل قد ما نقدر دكتورة، وانتوا من اكثر الناس الداعمين لأنه يعني ان كان في بازارنا ولا ان كان في نشاطاتنا الدائمة انتوا دائما ورسات، هي خلينا نحكي المنبر والعين المعنى. نحن يا طارق عيلة واحدة، ورسالتنا وإن كانت كشفية أو شبابية أو رسالة نورسات كلياتها بتصب بنفس النبع، فنحن مع بعض، وإذا ما كنا مع بعض مين بده يكون معنا؟ فنحن معاكم وإنتوا معنا، ونحن منحبكم دائما يا طارق. كمان دعمكم أنت دائما بتكون ببزار الرحمة كل سنة، بتنظم العمل الكشفي من استقبال ومن ايضا كمان السيارات، دائما كنت حركه السيارات وحركه الناس، كانوا الشباب والصبايا الكبار والصغار من كل المجموعات بالاردن تنسقوا وترتبوا حضورهم بالاستقبال بالافتتاح الكبير مع مجلس رؤساء كنائس الاردن. فيعطيكم العافيه طارق، وان شاء الله يا ربي بزاركم يلقي النجاح. هي فكره جديده علينا وعلى مجتمعنا، ممكن يصيبكم احباط انه ما صارش في ردود فعل كتير كبيره، لكن هذا ما بيدعو الى الاحباط وانما لا بالعكس. يعني دكتور بقول لك انه الحمد لله في اقبال وفي ناس عماله تزور الموقع اكثر من الاعداد اللي كنا متخيلينها. ممكن نعم يعني ممكن العكس كمان يصير انه البازار اللي كان يجيكم اكثر على الاونلاين، لانه الاونلاين عالم واسع من كل العالم. فعلا عالم واسع، وهلا الناس عم بتقول لك يلا وانا قاعد في البيت، انا قاعد باي طبعاً. مكان بفتح الموبايل وبفوت بزور البازار، واحنا عم نحاول مش بس فكرة بازار بيع وشراء وهيك، عم نخلق الأجواء اللي كنا نوجدها احنا دائما في بازاراتنا. حلو. يعني احنا على الويب سايت نفسه هلا عم بيصير، وعلى صفحتنا على الفيسبوك عم بيكون في عنا فقرات تراتيل، عم بيكون في عنا فقرات للأطفال، عم بيكون في عنا محاضرات دينية، عم بيكون يعني بهالعالم الافتراضي حتى صرنا نجيب محاضرين من برا البلد يعطوا أشياء عن الميلاد. هالفقرات اللي كنا نعملها نحسس الناس بأجواء الميلاد هي لسه موجودة معانا. حلو حلو، الله يوفقكم طارق وكل الدعم، وشكرا موفقين يا طارق. شكرا لكم. شكرا لك، يعطيكم العافية وسلامنا لكل أفراد المجموعة أيضا. تسلمت تسلمت. فعلا شباب يعني روحهم اللي بتتحرك هي اللي بتحفز الناس طبعا، انها الطاقه تبعتهم. نعم هي اللي بتحفز الناس انها فعلا تزورهم وتطلع على الموقع، وانا بشجع الكل كمان على موقعهم. تعرفي حتى يوم اضاءه شجره الميلاد في النادي الارثوذكسي اللي كان قبل يومين، نزلت ستوري عندي على ماي بيج انه عن اضاءه الشجره. طبعا كان اشي بسيط، كنا يدوب 20 شخص،
كانت حتى الكونسرت الكواير كان بس 6 أشخاص من المدرسة الأرثوذكسية كانوا موجودين. حطيت ستوري كيف إضاءة الشجرة كانت وكيف الكونسرت كان، فإجاني ردود فعل كتير من الناس إنه وقفت وين كنا السنة الماضية والأعداد الناس اللي كانت موجودين السنة الماضية وكيف هلأ نحن هلأ بس إنه أقلية وكتير قلال وما في حضور وكله تباعد، وحتى الكواير كان إنه كتير صغير. أكيد بس حضروا الستوري هذه على الأكاونت تبعك على الإنستغرام أكثر من العدد اللي كان يحضروا فعلي. بس أنا كانت ردة فعلي إنه لما عم بجاوب هدول الناس انه ايش رايكم، ايش رايهم هن، انه بالنسبه لهم هن انه متضايقين هيك، في زعل عند الناس انه ما في هالفرحه الكبيره. بس انا انبسطت انه على القليله نحن عم انه لسه في فرحه، الفرحه مش بالاعداد الكبير الموجوده لتحضر هيك احتفالات، الفرحه موجوده. فانت يا اما بدك تحس بجوهر الميلاد هاي السنة أو ما رح، أنت كل حياتنا ما كنا عارفين شو هو، شو يعني جوهر الميلاد. في كتير ناس كانوا مفكرين الكريسماس هو بس بالإيفنتس والكونسرتس والماركتس والحفلات، هاي السنة إحنا عم نحس أكثر بجوهر الميلاد. فأنا بالنسبة إلي كتير كان حلو وكتير انتمت وكتير هيك كوزي كان إضاءة شجرة عيد الميلاد في نادي أرثوذكسي، وحتى الكواير كانوا بس 6 أشخاص وأول مرة نحن بنشوف هيك كواير هالقد صغير، بس أبدعوا. أنا ما يعني أكيد أنت حبيت نعم كثير، بس هم أبدعوا كمان. فهيك حبيت بس ردة فعل الناس كيف كانت لما عم بيشوفوا الإيفنتس هدول كيف عم بيصيروا. نعم. ويعطيهم عافية أكيد النادي الأرثوذكسي. اليوم احنا بدنا نحيي كمان ابونا الجديد ابونا مجدي طوال. امبارح كان وجدي طوال، امبارح كان اول قداس له في رعية المصدر، كان احتفال رسامته قبل كم من يوم. وامبارح نورسات صورت البث مباشر على صفحتها اول قداس له في رعيته، فمن نتمنى له خدمة رعوية موفقة يا رب، ومنقول له ألف ألف مبروك من النورسات. وأيضا النادي الأرثوذكسي طبعا افتتح شجرة الميلاد وموسم الميلاد بأجواء بقول فرحة لكن هي حزينة، لأنه دائما كانت أجواء الميلاد مثل ما حكت ريبيكا كانت عارمة بالناس والفرحة والبزارات والبزار النادي المميز، لكن إن شاء الله الأيامات هاي بتعود والفرح هذا بيعود، ما يعونش الفيروس. أيام الفرح الميلاد بترجع. وفي عنا كمان نشاطات تانية كمان على صفحتنا، صارت دخول البطرك بيير باتيستا بتسابال لبطريركنا اللاتين في القدس على القدس كبطرك، كان احتفال كمان رائع، نتمنى له كمان خدمة موفقة ومن ألف مبروك. بدناش نطول على القائد بشار المعشر، يسعد صباحك أستاذ بشار. صباح الورد دكتورة. صباح الورد. هلا كيف حالك؟ الله يخليك يا رب. شكرا. صباح الزمن الجميل، صباح زمن المجيء وزمن الميلاد، صباح الفرح بحلول وتجسد المسيح على الأرض. أمين يا رب. أمين. سعد صباحك قائد بشار. إحنا في هذا البرنامج عم نحطك شوية إضاءة على نشاطاتكم خلال فترة العيد، وأنتوا دائما بكل سنة بتكونوا مثل خلية النحل يعني بالبازار والحركة الكشفية والعمل التطوعي والخيري، فشو السنة هذه تغير وإيش عملتوا بالنسبة للإجراءات والوضع الجديد؟ يعني نحن السنة في تغييرات كبيرة اللي متعودين عليه، ولكن زي ما قالت الأخت ريبيكا قبل شوي إنه الجوهر هو المهم، جوهر الميلاد هو المهم ما نضيعه ويظل هو الأساس، لأنه لو ما في حفلات، لو ما في لفات، لو ما في سانتا كلوز، لو ما في عزف، ولو ما في بجرات واقعية، حتى لو ما في سانتا كلوز يوزع هدايا وشوكولاتة، ولكن عيد الميلاد موجود. عيد الميلاد باقي، والميلاد هو مش بس بمظاهره، رغم انه مظاهره جميلة
ورغم انه مظاهره بتخلي الانسان فرح وبتخلي الاطفال كمان فرحين والكبار يعني. بكل سنه بنعيش جو انه نحن هذا العيد عيد ننتظر شهر كانون الاول حتى نزين الشجره، حتى نحط الاضاءه الحلوه، نحط الزينه، نعمل مغاره وشجره بالكنيسه، نعمل بازار، نساعد الاسر العفيفه، نقدم هديه حلوه للطفل، سانتا كلوز يوزع شوكولاته وملبس وهدايا على كل اقياس الوطن، على كل المواطنين ان كانوا مسيحيين او غير مسيحيين، بنبسطوا بالجو يعني. انا كثير اصدقاء عندي بيعملوا اجار كريسمس في البيت وهم ما ب... يعني ما بيحتفلوا بعيد الميلاد، ولكن الشجره والزينه هي اجواء فرح. السنه مختلفه، السنه نحن عم نحتفل ولكن بوضع استثنائي. نعم. بس هالوضع الاستثنائي ما منع انه يكون في مبادرات حلوه، يكون في مبادرات لطيفه. يمكن كمان كنتوا انتم من المبادرين الاوائل كنورسات باقامه بازار اونلاين. حتى ما نحرم الناس من التسوق. هلا احنا طبعا ما كان عندنا نشاط بالكنيسه زي كل سنه، ولكن حاولنا انه نكون موجودين بكنيستنا، ان نعمل هيك مغاره وشجره نزين الكنيسه، حتى طبعا مع الالتزام بجميع اجراءات السلامه اللي هي الاهم. أوكي. لانه نحن عم نعيش زي ما حكينا وضع استثنائي بهالوباء والجائحه اللي لفت العالم كله وعم بتاثر على كل مكان. زينا حلو، وعاملين نشاطات للاطفال زي ما بقولوا في مناسبه العيد. يمكن يكون في توزيع هدايا اونلاين برضو، بحيث انه ما يكون في تباعد وما يكون في حفله لسانتا وفي اكتظاظ، ولكن هديه العيد راح نحاول نوصلها للطفل اللي بحب ينبسط بهالهديه. حلو. وعم نعمل زينه بسيطه في الكنيسه زي ما بقول. نعم. يعني قائد بشار، احنا بالنسبه للظروف زي ما انت تفضلت، بضل الجوهر الميلاد هو الأساس وموجود، ما ضاع أو ما راح أو ما اختفى ولا خف حتى الشعور فيه، لكن هو هذا النشاط الحركي اللي كان دايما يعني نشوفه على أرض الواقع من السنوات الماضية. لكن برضو كمان الإنسان بتكيف حسب الظروف، وفعلا أنتوا يعني قدرتوا تتكيفوا حسب الظروف، وأيضا تكونوا موجودين وحاضرين في رعيتكم، في خدمة المؤمنين، في خدمة الناس وخدمة الأطفال كمان. فنحن منقولكم يعطيكم العافية فعلا. الله يعافيك. ودائما أنتوا قائد بشار بمجموعتكم دائما داعم للنورسات، ونحن عائلة واحدة مثل ما حكيت لطارق، دائما كنتوا متواجدين في بازار الرحمة من التنظيم. ونتمنى أنه قريبا يعني نرجع هيك نلتم، لأنه مهما كانت النشاطات الأونلاين جميلة، ولكن اللقاء له 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 الواحد يقابل الثاني فعلا يعني له نكهة خاصة. طبعا أكيد نحن بنتمنى لكم كل خير قائد بشار، وسلامنا من نورسات إن شاء الله، ومن فريق النورسات لكل الأعضاء. دكتورة كمان نحن نتمنى لك ميلاد مجيد وعيد سعيد لك ولكل أسرة النورسات ولأسرة حضرتك كمان، ونتمنى قريبا يا رب إن شاء الله بتزول هالجائحة عن العالم ونرجع لاحتفالاتنا الطبيعية، لأنه نحن تأقلمنا على الظروف، ولكن لا غنى عن التجمعات والاحتفالات متعة الميلاد اللي كنا متعودين عليها حقيقية فعلا. نعم، احنا بنتمنى لكم كل خير قائد بشار، وان شاء الله بنضلنا على تواصل. شكرا لك، وكل عام دائم خلال الفترة القادمة، وسلامنا لكل افراد المجموعة عندك، نتمنى لكم عيد مجيد يا رب. كل عام وانت بخير. وانت بخير. شكرا. يعني المجموعات او اللي متعودين على النشاط كتير صعب عليهم هاي السنة طبعا، انهم ينحد هيك ينحطوا حدود لنشاطهم، يعني انه بكونوا مندفعين وبعدين بتلاقي انه في اشي بقولهم لا اتوقف هون، عندك تقدرش تسوي هيك، غير طريقتك، غير اسلوبك.
بس تعرفي اعطى مجال لكرياتيفيتي اكثر، انه ناس تكون اكثر مبدعين بالاشياء اللي عم بيعملوهم، يعني مثل مثلا كشاف الطارق كيف قرروا انهم يعملوا البازار تبعهم من خلال انهم، وانا متاكده انه هاي كانت تجربه وهي لهلا ما تزال تجربه كتير حلوه للمجموعه تبع طارق. ممكن تعلموا كمان كيف يعملوا هاي هذا الموقع الويب سايت كيف، ف يعني هي تجربه للكل، يعني احنا كلنا عم نتعلم من من هاي التجربه الجديده. نعم. وبشار المعشر حبيت كمان انه الفكره يوزعوا الهدايا للاطفال اونلاين كمان، كثير حلو الاهل توصي هديه ابنهم وهن كمجموعه يوصلوها، حلو كمان. يعني هدول كمان تقدروا تواصلوا مع القائد بشار في انه تطلبوا هداياكم اونلاين لاطفالكم وتوصلكم على البيت، افكار جديده بوقت العيد. حلو كتير. احنا بانتظار الاتصالات الثانيه من الكنترول روم يخبرونا عنها. لكن عبن ما ناخذ الاتصال، ربكا معنى الميلاد وبنسمع كلمة افتراضي مفترض هو العالم الافتراضي، يعني لأنه عالم هو أنت بتعملي وبتنشئيه بمخيلتك أو على الأونلاين مثلا الإلكتروني، شو بيعطيكي هيك معنى جديد للميلاد؟ هلأ يعني كل هاي السنة هي كانت حقل تجارب بالنسبة لنا، مثلا على الصعيد العمل، على صعيد العيلة، يعني حتى نحن كعيلة بالبيت كل شيء كان غير هاي السنة، يعني من قعداتنا، من أكلنا مع بعض، من يعني طولنا الألعاب اللي بحياتنا ما لعبنا فيهم ولعبنا فيهم هاي السنة. فكله هذا العالم الافتراضي كان تجربة جديدة لنا، يعني احنا كل حياتنا رح ضلنا نتذكر انه ب 2020 كانت تجربة غير بكل نواحيها. صرنا نعرف بعض اكثر. بتعرفي حتى انه عم بفكر حتى هذا العيد، يعني يمكن لمتنا ما تكون كبيره زي كل سنه كيف بتكون لمتنا، بس بالاخر حلو اللمه الصغيره، انه يعني لمه العيله الصغيره، لانه بدل ما نقلق باشياء دائما كنا نقلق فيها خلال السنين الماضيه، حلو هاي السنه رح تكون غير. يعني أنا بفكر إنه لو هاي السنة بدها تكون يعني Christmas is different هاي السنة، يعني نستغله كيف إنه هاي السنة الوحيدة اللي راح نقدر فيها الفرصة فيها يكون غير. بيكون برجع إن شاء الله 100% لا يعني حياتنا، نرجع لحياتنا الطبيعية العادية مع هالفاكسين. معنا قائد كمان ركان فخوري. يسعد صباحك ركان. صباح الخير ركان. صباح الخير. يسعد صباحكم وصباح الجميع، كيف حالكم؟ شكرا لك لتواجدك معنا هذا الصباح، يعني نحن بنشكر وقتك وقائد ركان بنشاطك المعهود. نعم سامعينك. نعم. انت سامعنا؟ تمام. نعم. بنشاطك المعهود نحن متعودين عليه، ودائما مبادراتك جديدة شبابية بتقوم فيها قائد ركان، لكن في مبادرة قبل أكم من يوم تم إطلاقها وأيضا صحيح، فحبينا تشاركنا فيها وتحكي للمستمعين تفاصيل عن بداية ديسمبر. دائما مختلف للجميع خاص علينا، إن شاء الله يا رب تكون بداية خير على الجميع. أمين يا رب. بهذا شهر الأعياد زي ما بنسميه وشهر المناسبات، خاصة إنه إحنا ككشاف هذا الشهر ما بنقعد فيه، يعني بيشتاقونا أهلينا عائلاتنا الكل بيشتاقنا، لأنه بنقضي كل وقتنا بالكنيسة بالرعية بالدير عشان ننجز المطلوب منا خلال هاي المناسبة اللي بتبسطنا وبنستعد لها كثير منيح. اليوم بجوز زي ما كنتوا عم تتكلموا، نعم. اليوم بجوز الاستعدادات أو الاستقبال لهاي السنة ليسوع بتختلف عن كل سنة. كنا دائما متعودين بشيء، السنة هاي راح تكون بشيء مختلف عن الجميع. ما راح يكون في احتفالات عامة، ما راح يكون في إضاءات شجرة زي كل سنة، ولا هيصة تبعت البازار. فإن شاء الله يا رب تكون خاتمة هالسنة خير وسلام على الجميع. أمين يا رب. إحنا السنة ختمناها
بلشنا ب 17/3 بمبادرة همتنا، والحمد لله يعني قدرنا نكون موجودين على الأرض، وحصلنا على وسام الاستقلال من الدرجة الثالثة من جلالة سيدنا. حلو. واليوم حلو. احنا ختمنا سنتنا بافتتاح عيادات همتنا التكافلية. حلو. هاي العيادات راح تكون ألو سامعيني؟ نعم معك. تمام. اليوم هاي العيادات راح تكون تقدم خدمة لأبناء الزرقاء بمستوى خلينا نقول كثير بسيط من خلينا نقول الدفع الرمزي أو المبالغ الرمزية راح يدفعونا إياها، وهذا المبلغ اللي راح يدفعونا إياه راح يكون في نسبة تشغيل للعيادة، والنسبة الثانية راح تكون هي لتدوير هذا المبلغ لإعادته على المجتمع ب خلينا نقول احتياجات أخرى ونشاطات أخرى. نعم. فهاي أول خلينا نقول عيادات موجودة تكافلية بالزرقاء أو نقول فكرتها بالمملكة يعني، وإن شاء الله نقدر ننشر هاي الفكرة بكل بمختلف محافظات المملكة، لأنه اليوم زي ما بنعرف كلياتنا إنه القطاع الصحي شوي عم بيعاني، بنفس الوقت في صار خوف من الناس إنه حتى المريض صار يأجر روحته عن المستشفى. مزبوط. يعني صار روحة المستشفى للشيء الطارئ وكثير طارئ. فاليوم إحنا قدرنا نقدم خدمة بهاي العيادات، عنا طب بشري، عنا طب أسنان، وعنا نسائية. حلو. وإن شاء الله لقدام شوي إذا قدرنا نكبر كمان وكمان ما عندنا مشكلة، ولكن كمان هلأ المشروع القادم راح يكون هو التمريض المنزلي، راح يكون بشكل دائم ومستمر اللي كنا نطبقه خلال فترة جائحة كورونا. طب هلأ قائد ركان يعني عشان نحط هيك معلومات واضحة للمستمعين واللي بتابعونا على صفحتنا عن هاي المبادرة، العيادات هذه متواجدين الأطباء يعني على طول خلال فترة يعني دوام محددة أم حسب الحاجة؟ نعم، هلأ الطبيب الأسنان موجود كل يوم. نعم. من الساعة 10 لغاية الساعة 8 موجود عندنا طبيب أسنان. نعم. اللي هو سبت 2/4 للساعة 8 واحد 3 خميس لغاية الساعة 4. نعم. محددين أوقات مثلا لتخصصات معينة. طبعا. والعيادة الطب العام موجود كل يوم من الساعة 10 للساعة 4 المساء. نعم. والنسائية نفس الشيء يعني من 10 للأربعة المساء. طبعا محافظين للي بده يجي يزور، محافظين على التعليم طبعا السلامة العامة، بالعكس بالمراكز الصحية والطبية أكيد راح تكون أكثر من أي محل تاني. نعم. طبعا حلو. وإحنا طبعاً موجودين بالزرقاء بالوسط التجاري عند مثلث الوفا. أها حلو. طب وهذا هذا المكان كيف تم تأمينه ركان؟ هلا إحنا بداية بالتعاون مع مثلا المحافظة، كان عندنا بارت طبي للمبادرة اللي هو كنا إحنا نقدم تمريض منزلي. نعم. مجانا طبعا تطوع، كان بداية جائحة كورونا. نعم. ونوزع الوصفات الطبية. نعم. هلأ اليوم كان في الدكتور بهيج مسلم، نقدم له كمان شكر وتحية، هو الدكتور سعاد مسلم. نعم. والد القائد طارق مسلم أكيد الكل بيعرفه. نعم. فقدموا لنا العيادة، هم خلصوا من العيادة بالزرقاء. نعم. فإحنا اشتغلنا على إعادة ترميمها، إعادة تشغيلها من أول وجديد، ضبطناها ورممناها وخليناها زي ما بحكوها من شيء جديد، يعني كل شيء جديد، معداتها كلها جديدة صارت. نعم. وبلشنا نقدم هاي الخدمة للناس. حلو حلو، برافو. يعني إحنا مشكورين الأطباء اللي ساعدوك كمان على إنجاح هذه الفكرة، صراحة عمل جماعي مشترك. ألو. معك ركان. بقول إنه إحنا بنشكرهم كمان كل الأشخاص اللي كانوا معك في إنجاح هذه الفكرة، اللي دعموا هاي. طبعاً هذا جهد العمل الخيري، لأنه هذا جهد يعني جماعي. نعم. بقدم للجميع التحية وللمبادرة، وأكيد كمان للإعلام اللي ما قصروا كمان، أمثالكم شكرا كثير لكم، دائما متواجدين معنا. مبادرات يعني شبابية وبتصب بالصالح العام وبالخير للمجتمع، يعني هاي ضمن رسالتنا، رسالة نورسات ورسالة كل المجموعات، إن كان كشفية أو مبادرات شبابية. فإحنا منهنيك يا
قائد ركان فعلا يعني كل مرة بتطلع لنا مبادرة. وإحنا ما ننسى المبادرة اللي عملتها في بداية الجائحة، توزع خبز وانت تمشي مشي مع الحظر الشامل عشان توصلوا للبيوت لما كانت الناس مقطوعة من احتياجاتها. فكمان يعني تكريم جلالة الملك لإلك بوسام الاستقلال، يعني هذا كمان دلالة على هالجهد المميز. تستاهل تستاهل كل خير. تسلمي، شكرا لك كمان دكتورة، يعني على الصعيد الشخصي والعملي كمان دائما موجودة معنا في كل شيء. وأنا من هذا المنبر كمان بحب أقدم تهانينا للعيد، كل عام وأنتم والجميع وعائلاتكم والوطن بألف خير، والله يحمي هالبلد ويحمي شعبها وقيادتها الحكيمة اللي دائما يعني موجودين معنا إحنا كمسيحيين الشرق وداعمين لنا بكل شيء. والله يقويكم. شكرا لإلك يا رحمن، يسعد صباحك إن شاء الله، وعياد مبارك على الجميع وعلى العائلة أيضا. تسلمي، الله يسلمك. تسلم يا رب. شكرا لكم ولكل أفراد مجموعتكم كمان. آمين يا رب. شكرا. 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 هلا، باي باي. هلا. يعني أنا من خلال نحن اتصالاتنا مع المبادرات الشبابية تحكوا لنا عنها، علينا نحن واجب كتير كبير اللي عم نسمع إنه ندعم، ندعم بكلمة حلوة، ندعم برسالة حلوة، ندعم إنه نشارك بنشاطاتهم، ندعم إنه ننجح هاي المبادرات، لأنه هاي بتعطيهم الدعم، تعطيهم الاستمرارية، تعطيهم الأمل فينا، في إنه الدنيا لساتها بخير، الناس لبعض وقلوبها لبعض. أنا كتير جدا يعني فخورة بهالشباب وبهالمبادرات، عن جد فخورة، كأنهم أولادي عم بيعملوا إنجازات كتير كبيرة لهالمجتمع. لما أنا بشوف شخص قاعد عم بعمل خير ما أحبطه، ما أرمي بانتقاد ولا بنقد يحبطه، ما أقول أوف مليون مبادرة معمولة بهالبلد يعني زادت واحدة. لا، كل مبادرة في إلها ميزتها، ميزتها بالأشخاص اللي عم بيخدموا فيها، ميزتها بالمكان اللي عم بينعمل فيه هذه المبادرة. خلينا نشجع بعض، ما نضلنا هالثيم الشجر المثمر نضلنا نرميه بالحجار، لا، عشان نطول التمر بقول لك الشجر المثمر اللي ترمى بالحجارة، ما نرمي هالحجارة، لا، بالعكس ننظر لإلها بكل عين، نهتم فيها، نرعاها، إذا شفنا فيها يعني نبات بضرها نشيله، نحوط عليها، نحميها عشان تنمى وتكبر، مش إني أقتلها أو مثل هالشمعة إني أقعد أطفيها. فهي كلها شموع مضاءة عم بتضوي بمجتمعنا، فعشان تنور دنيانا. وكل المحبة والدعم من نورسات، وإحنا هذا الموقع الإعلامي أو المنبر الإعلامي اللي نحن منتوجه فيه بهاي المبادرات، وقاعد عم نعلن عنها فعلا لأنها جديرة بالنشر وجديرة بإنه نضوي عليها وندعمها ونشجعها. تعرفي حتى للأشخاص اللي عم بيحضرونا، إذا ما بيقدروا إنهم يشتروا أو يعني financially مو قادرين إنهم يدعموا ماديًا، بيقدروا أتليست يعملوا شير. يعني هاي الشير اللي رح يعملوها هني عم بدعموا وهني مو عارفين طبعًا. بس بشير لايك شير كومنت يزيدوا الانجيجمنت اللي عند هدول الأشخاص، وبالتالي كل هدول الشيرز رح يزيد التفاعل. شكراً. رح يزيد التفاعل أكتر، ورح يوصل رسالة هدول الشبيبات، رح توصل رسالتهم لناس أكتر وجروبس أكتر بجمعات أكتر، وناس رح تعرف أكتر عن المبادرات اللي عم بيعملوهم خلال فترة عيد الميلاد. صوتهم رح يوصل ورح نقدر ندعمهم. فحتى لو ماديا ما عم تقدروا تدعموهم، انتوا بس بلايك كومنت أو شير بتقدروا توصلوا رسالتهم لأكبر عدد من الناس، وهدول الأشخاص ممكن يقدروا يدعموهم. فعلا عجبتيها حبيبتي. يعني نحن بتفاعل الناس على الصفحة، وتفاعل الناس على خبر معين، وتفاعل الناس على مبادرة شبابية مثل هاي المبادرات، لما مثلا بيحكوا على موضوع معين أو مبادرة معينة، نحن عادة منقطع هاي المبادرات
وعلى صفحتنا ومنشرها مزبوط. على الصفحة منفصلة على أساس أنه الناس تقدر أنه تحدد مثلا بدي أشوف شو ركان حكى عن مبادرته بالزرقاء أو بشار شو حكى عن موضوع الأطفال، أعمل شير يا فلان فلاني، أعمل كومنت، أعمل بقولوا له تاج أو شيء إنه إذا في ناس عنده أطفال وحابب يهديهم، هاي بشار عامل هاي المبادرة، يعني مسلم تقدروا تشتروا باسكت بازار الرحمة عملته، نور سعد بتقدروا إنكم توصوا باسكت وتهدوها للمين بتحبوا. وأيضا معانا فؤاد شحادي هلأ عشان يحكي عن نشاطاتهم خلال فترة الأعياد، ومنصبح عليك يا فؤاد. يسعد صباحكم دكتورة، يسعد صباحكم جميعا، وكل سنة وانتم سالمين وأعياد مجيدة على الجميع. وانت سالم يا رب، شكرا لك معنا وجودك معنا في هذا الصباح. وتخبرنا يا أستاذ فؤاد، إيش نشاطاتكم؟ نشاطاتكم هذه السنة، أنت كنت قائد كشاف والآن أنت قائد شبيبة. الله يسعدك. صراحة يعني مع هالظروف وهالأوضاع يعني مش قادرين نتحرك كثير، إن كان على صعيد الشبيبة أو حتى المجموعات الكشفية، يعني مش قادرين كثير إنه نتحرك. نعم، لكن إحنا بالفترة القادمة إحنا بالعادة مثل هاي الفترة من السنة بنكون مشغولين بتحضيرات للعيد، اللي هي نعمل حفلة الحفلة السنوية. نعم، حفلة ولاد صغار احنا بنعملها صراحة بتكون من اكبر الحفلات بعمان، بس للأسف السنة هاي ما رح نقدر نسويها بسبب اوامر الدفاع. نعم، احنا بيكون في عنا حوالي 600 ل 800 طفل غير الاهالي. نعم، في هذا اليوم، بس للأسف السنة هاي ما رح نقدر نعملها. كمان احنا بنسوي حفلة 25/12 برضو بتكون من اكبر الحفلات بعمان، 25/12 برضو للأسف السنة هاي ما رح نقدر انه نمشي فيها. ولكن الشباب احنا شغالين طبعا من شهر 3 لهلا، احنا ما وقفنا، احنا الشغل قائم، احنا عم نحاول، في عنا مجموعة من العيال ملتزمين معاها شهريا بتأمينها بكل المستلزمات تبعتها. وحاليا عم نشتغل على مشروع هو شوي صغير، لانه برضه حسب الامكانيات عم نجهز كراتين للعيد السنه هاي، وراح نوزعها على اكبر عدد من العيال اللي محتاجه بعمان وضواحيها. طبعا حلو، برافو عليكم. يعني هذه المبادرات اللي تكيفتوا فيها على ظروف الجائحه و ظروف التباعد الجسدي الفيزيائي اللي بنقوله، لانه احنا ما بنحب الحمد لله. واحنا طبعا يعني احنا يعني كمان كنا دائما نكون موجودين ببزار الرحمه ومنشارك وكذا، ولكن نعم، برضه للاسف السنه هاي بزار الرحمه اونلاين صار اونلاين، لكن نفوسكم معنا، نقدر نشارك معنا باللي بنقدر عليه طبعا، ونشير المنتجات اللي نازله عليه والصفحة تبعته إن شاء الله، إنه إحنا كمان موجودين وحاضرين. شكرا لكم لدعمكم دائما أنتوا. إحنا دائما موجودين ويعطيكم ألف عافية، دائما نرتاح بالصدارة، يعني إحنا قناتنا. الله يخليك يا قائد فؤاد، ودائما كنا نشارككم بالحفلة السنوية اللي كنتوا تقيموها بيوم عيد الميلاد، وقلنا كمان نصور حفلة الأطفال اللي كان زي ما انت تفضلت كانت تعج بها الأطفال بالمئات، وفرحتهم وابتسامتهم يعني، وكان هذا كتير كتير مجهود تقوموا فيه انتوا كمجموعة، يعني اعطيكم العافية. كنت دائما اقول انه كيف عم بتلحقوا، بس السنة هذه لا، برضو كمان انتم محبتكم ودعمكم للمبادرات الأخرى اللي عم تعملها المجموعات الثانية، نحن مع بعض كلياتنا حلقة واحدة عشان ننير هالشعلة وتكبر هالشعلة أكثر وأكثر. فنحن بندعمكم كمان، وبمحبتنا بندعمكم في مبادراتكم ونشاطكم، وإن شاء الله ربنا هيك بيزيع عنا هاي الجائحة، والسنة الجاي نرجع لنشاطنا وفرحنا الكبير مع بعض بأجواء عيد الميلاد. فنحن بنوجه تحية كمان لكل أفراد المجموعة عندك الشبابية وأيضا الكشفية
في هذا الموسم موسم الميلاد، ونتمنى لهم انه عيد مجيد يا ربي يرجع عليكم بالفرح والسعادة والصحة والخير كمان. ان شاء الله على الجميع يا دكتور، ان شاء الله ان شاء الله السنة الجاية فعلا بتكون انتهت هاي الأزمة وتعدي، ان شاء الله نرجع من عيد بكنايسنا ومع اهالينا ومع الجميع، وان شاء الله كل مناسباتنا بنرجع من قيمها وطقوسنا بنضلنا شغالين فيها ان شاء الله. امين. هلا بعيد عن النشاطات الكنسية، انت كفؤاد وانت بين اجواء الميلاد ومع عيلتك وهيك، بالنسبة للأشخاص اللي دائما بيخبرونا إنه السنة العيد ملهوش بهجة، ملهوش انطفينا من جوا، مش مزينين ولا عاملين شيء، ولا رح أزين ولا رح أعمل كريسمس كيك ولا كوكيز ولا بدي أسوي غدا ولا بدي أعمل فرح ولا، فأنت هلما بتسمع هاي الأشياء من داخلك أنت، وأنت عارف طبعا أيضا أصبت بالإحباط هاي السنة لأنه ما توقعت من بداية السنة أنه نيجي على نهايتها وأنها الجائحة لسه لا زالت، فشو أنت من داخلك يعني بتوجه هيك كلمة للناس المحبطة دائما بتخبر؟ والله أنا بحب أوجه صراحة رسالة لكل حدا، بحب أحكي له لا لازم نزين ولازم نفرح ولازم يكون في ميلاد ولازم يكون في عيد ولازم يكون في زينة والضيافة وكل إشي. إحنا ببلد صراحة بسمحوا لنا هذا الإشي كتير، وبالتالي إحنا لازم نضل موجودين، لازم نثبت هذا الإشي. وبالعكس أنا مع إنه كل حدا يزين، لو مش قادرين انه نطلع ونعيد على بعض زي كل سنة ولا قادرين نشوف اهالينا حتى لو كان حضر يوم العيد، بس لازم نكون احنا نستقبل هذا اليوم، نستقبل فرح الميلاد وميلاد ربنا ونعيد كلياتنا، وبالعكس لازم نكون متفائلين، وان شاء الله اللي جاي احسن راح يكون بالفترة اللي جاي ان شاء الله يا رب. شكرا يا فؤاد، نتمنى لك ولعائلتك كل الخير يا ربي، وعياد مجيدة وكل عام وانتم بخير. كل سنة وانتم سالمين والله يعطيكم ألف عافية. عافيك يا رب. شكرا لك. شكرا. هلا وآخر اتصال معنا الدكتور غيث قصوص، وهي مبادرة جميلة جدا اسمها الكرمة الخيرية، مجموعة من شبابنا الأردني اللي نحن بنفتخر فيهم موجودين خارج الأردن، لكن آثروا إنهم يساعدوا بالإمكانيات المتوفرة لديهم، ومن برا يقدروا يساعدوا بلدهم ومواطنينها وشعبهم. فنحن مع الدكتور غيث قصوص، رح يتم الاتصال بإيرلندا وهو الاتصال الأخير قبل نهاية برنامجنا، إن شاء الله بنقدر نحصل هذا الاتصال. بنطلع فاصل ونواصل. للأسف ما قدرنا نتواصل مع الدكتور غيث قصوص، مبادرة الكرمة الخيرية. فهاي المبادرة هي مجموعة من الشباب موجودة على صفحة فيسبوك باسم مبادرة الكرمة الخيرية، وهي مجموعة من الشباب بتقوم بمساعدة العائلات العفيفة المتعففة المستورة بإصلاح منازل بمعونات مونة، بصبات، بأكل، بمنتجات اليومية الاستهلاك اليومي، بيساعدوا في معالجة مرضى، يعني عندهم فعلا عداد كبيرة عم بيقدروا يساعدوا هدول الشباب من مالهم الخاص، من عن طريق الكونكشنز الاتصالات، التواصل مع أشخاص منفذين مثلا، من أطباء، من حتى في كمان ترميم منازل، يعني رمموا منازل عدة أشخاص كانت مهللة قدروا أنهم يرمموها، وأيضا شراء يعني مثل أدوات كهربائية ومفروشات لهاي المنازل. ففعلا يعني جديرة بهاي المبادرة أنه الاطلاع عليها، لأنهم شباب من بلدنا هون، شباب من كنيستنا، شباب أردنية أيضا من شعبنا الخير المحب المعطاء.
فإذا في حدا أي حدا بحاجة لمساعدة، بحاجة لدعم، بحاجة لخدمة طبية معنوية اجتماعية وحتى مهنية، إذا في حدا بحاجة لشغل ممكن كمان يساعده بقدر المستطاع. فهي مبادرة اسمها مبادرة الكرمة الخيرية، زوروا موقعهم، نحن بنحاول نحط برضو الصفحة تبعتهم على واحدة من الكومنتات على برنامجنا لإنكم تزوروها. وأيضا للي تواصلوا معنا في البرنامج لليوم، نحن بنوجه لهم تحية كمان، اللي كانوا معنا على البث المباشر، صالح عباسي يسعد صباحكم يا صالح، كل عام وانتم بخير. نادية ناجي ميلاد مجيد ينعاد عليكم بالخير والصحة. نادية نافع ميلاد مجيد. صليبة طافش يسعد صباحكم. وسامر فراج يسعد صباحك أستاذ سامر، كل المحبة لإلك. وسارة حدادين مسلم يسعد صباحكم، حطت الصفحة تبعت البازار تبعتها، وإذا الشباب بيقدر يحطوا صفحة بازارنا بازار الرحمة كمان لسيد سامر لأنه عم بيسأل عنها. وجهات سها هنا كل عام وانتم بخير. طبعا للي بيسأل على الموقع أستاذ سامر في بازار الرحمة، أيضا بازار الرحمة السادس على صفحة نورسات فيسبوك موجودة للتواصل. وسناء اللوحت حمص يسعد صباحك. بشير العوابدي يسعد صباحك. إيمان شرايحة يسعد صباحك. وأم إميل حجازين صباح الورد يسعد صباحكم جميعا. للي بطرس دبو يسعد صباحكم، شبيبة الأردن الدراما المسيحية. وإيمان بهجت شرايحة. منال شحادي حنا حنانية وأحلام شرايحة وريما نصراوين وكل اللي معنا على المباشر، بنصبح عليكم. شكرا لكم، شكرا لدعمكم. راح نكون معاكم طبعا في هذا البرنامج، نحط كل نجاوب على كل الأسئلة اللي بعتوا لنا على الانبوكس، طلبيات أيضا راح نتواصل معاكم. لكن بحب بس شغلة أخيرة أنوه إلها وأحكي لكم إياها، اللي هي إنه نحن كجروب نورسات، جروب واتساب تم توقيفه من إدارة واتساب. ظهر في بعض الأخبار مش عاجبة موقع أو تطبيق واتساب، ما عجبهم الأخبار، تم توقيفنا. لكن إن شاء الله تم التواصل مع الشركة إنه في حصل خطأ أو شيء، فإحنا كل كجروب نورسات كل واتساب تبعنا معطل. بحب أخبر اللي قاعدين عم بيتواصلوا معنا مش قادرين عم نجاوبهم، الواتساب تبعنا الجروب متوقف، بيقدروا يستمروا بالتواصل معنا عبر تليفوناتنا مسج عادي، أو عبر صفحتنا على فيسبوك نورسات جوردان، أو على صفحاتنا الخاصة. نحن على استعداد للتواصل معكم بأي وسيلة بتلاقوها مباشرة أو رينج رينج تليفون. فمنحييكم مرة تانية، اجينا على نهاية برنامجنا أنا وربكا عودة. شكرا لك ربكا الصباح، فرح تضلها معنا ربكا ليوم عيد الميلاد، ونطلع معاكم برضو كمان في آخر حلقة تخبرنا على البازار الرحمة وين وصلنا، ومنستناكم فبضلكم معنا ما تتركونا لأنه إحنا ما رح نترككم، فكونوا معنا لنكون معاكم. وشكرا لكم لكل الطاقم اللي كان معنا على التصوير، أنس سقا وريمون حتر ومنار عماري، بنشكركم وكل الطاقم اللي بحرر، وأيضا طاقم المونتاج ميشيل رزق وسناء دحمس. بنحييكم كلكم لتواجدكم ودعمكم، وأيضا رايا بقاعين صديقة ريبيكا عودة هي أيضا وراء الشاشة بالكواليس، بنحييكم. وبنحيي أبونا جورج شرايحة كمان على الصفحة، صفحة النورسات بينقلنا الأخبار، وسيد أبو فارس وشاح بنحيي كمان موجود معنا بالتحرير. فكلكم وفخري
عليان منحييك هذا الصباح، ونتمنى للوالد السلامة، يا رب يشفيه ويقومه بالسلامة للوالد وتزول الغمة. مرة تانية بنقول لكم صباح الخير، كل عام وانتم بخير، وإلى اللقاء في الأسبوع القادم يوم الاثنين القادم نفس التوقيت الساعة 10 صباحا. شكرا لكم وإلى اللقاء.